الموضوع اللي وصلنا له. طبعا احنا وين وصلنا؟ خلينا نشوف شوي بالأشياء اللي أخذناها آخر إشي. أخذنا الـ 7 functions، حكينا عن الـ constant اللي هو اللي بعدين الـ logarithm، بعدين الـ linear، بعدين الـ unlog الـ un، بعدين الـ quadratic الرباعي، وراها الـ n تكعيب، بعدين الـ cubic اللي هو آخر إشي، وعندنا الـ polynomial، وراهن الـ exponential. حكينا عن الـ exponential، حكينا بعض قواعد اللوغاريتم، وحكينا عن الإكسبوننشال 7 فانكشن حكيناهن. الإكسبوننشال حكيناهن بس ما حكيناش قواعد الأس، قواعد الأسية هذول كأني ما ذكرتن. حكينا عن الإكسبوننشال اللي هو أبطأ فانكشن اللي هو بي تو باور ان، بشرط إنه بي يكون عدد صحيح أكبر من واحد، والبيس الأكثر شيوع بالكمبيوتر هو الاثنين حكينا، وأعطيتك مثال على إشي رح يتنفذ 2 to power n اللي هو لو كان عندي n bits، n bits، n من البيتس، وطلبت منك تعطيني كل القيم المحتملة داخل هذا ال n bits بحاجة ل 2 to power n. وبيحكي لنا إذا كان عندي loop بالدورة الأولى مثلاً بيعمل مرة واحدة، مرة الدورة الثانية بيعمل رح يتنفذ مرتين، الدورة اللي وراها بتنفذ 4 مرات، الدورة اللي وراها بتنفذ 8 مرات، الدورة اللي وراها بتنفذ 16 مرة. بالأنت ايتريشن راح يتنفذ 2 تو باور ان مره. هذا هيك بصير لو اعطيتك لوب وقلت لك اي واحد 2، طبعا هاي 2 تو باور ان بيكون بطيء جدا الكود. بعض اساسيات الاكسبوننشال هاي ما ذكرت القواعد، ذكرت باللوغاريتم بس كاني ما ذكرتها، كاني اذا ذكرتي بي اس اي الكل اس سي اللي هي بي اس اي في سي، يعني لو قلت لك 2 اس 3 الكل تربيع، كل أس 2، 2 أس 3 الكل تربيع، بصير 2 أس 3 في 2 بصير 2 أس 6. عرفنا؟ لاحظ B أس A الكل أس C تساوي B أس A في C، B أس A ضرب B أس C اللي هي B أس A ضرب B أس C اللي هي B أس A زائد C، يعني 2 أس 4 ضرب 2 أس 8 بتصير 2 أس 4 زائد 8. عرفنا شلون؟ 2 أس 4 ضرب 2 أس 8 بتصير 2 أس 4 زائد 8 بتكون 2 أس 12. بي أس A على بي أس C اللي هي بي أس A ناقص C، هاي بتفيدك ببعض العمليات. في عنا geometric sum، geometric sum كمان ما ذكرت، ذكرت summation sum I السم لل i من i equal 1 لل n اللي هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 لحد زائد n اللي هي تساوي n تربيع n في n زائد 1 على 2 اللي بتطلع n تربيع. وذكرت اللي صيغة البولونوميال كيف ممكن نكتبها على شكل summation، بس الجيومتريك سم ما ذكرته. الجيومتريك سم بحكي لنا إذا كانت a أكبر من 0 و a لا تساوي 1 لأي رقم n أكبر أو يساوي 0، مجموع كل القيم من i يساوي 0 لل n a أس i، يعني a أس 0 بعدين a أس 0 اللي هو 1 زائد a أس 1 اللي هي a زائد a أس 2 اللي هي a تربيع زائد لحد a أس n، هاي كلها نقدر نعبر عنها هي تساوي a أس n زائد 1 ناقص 1 الكل على a ناقص 1. هاي العمليات الحسابية، عمليات الحسابية بتفيدنا بالحساب. يعني هاي قلت لك واحد، الواحد هاي 2 أس 0 زائد 2، 2 اللي هي 2 أس 1، الأربعة 2 تربيع، 8 2 تكعيب، لحد 2 أس n ناقص 1، يعني كأني بقول لك مجموع 2 قوة صفر 2 قوة i من i يساوي 0 لل n ناقص 1. طبق عليها هاي العلاقة تطلع 2 أس n ناقص 1 على 2 ناقص 1، 2 أس n ناقص 1 على 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 1، تطلع هيها 2 أس n ناقص 1. طبقنا هاي العلاقة، بس هون شو a؟ a قيمتها 2، شو a بهاي العلاقة؟ حسب العلاقة اللي فوقيها، a هون 2، 2 أس 0 1، 2 أس 1 2، 2 أس 2، 2 أس 3 2 لحد 2 أس n ناقص 1، مجموع هاي القيم 2 أس n ناقص 1.
طبعاً مقارنة الجروث حكيت لكم أسرع إشي الكونستانت بعدين لوج الآن بعدين أن بعدين أن لوج الآن بعدين أن تربيع أن تكعيب. لو قلنا أن تربيع لوج الآن يجي بين أن تربيع وبين أن تكعيب اللي هي بتكون أكبر من أن تربيع بس أقل من أن تكعيب. أن تكعيب لوج الآن بتيجي وراها أن قوة أربعة بتيجي وراها وهكذا لعند الإكسبوننشال. أبطأ إشي الإكسبوننشال اللي هو A to power N. طبعا احنا بنفضل دائما اذا بلاقي خوارزمية تتنفذ ان لوج الان افضل ما الاقي ان تربيع بتكون افضل من ان تربيع. لو لقيت ان تربيع افضل من ان تكعيب وهكذا. دائما احنا بنبحث عن الخوارزمية اللي بتعطينا افضل تايم كومبلكسيتي. هاي معطينا رسم للسفن فانكشن بشكل رسمي. هذا اخذناه من السلايدات القديمه. سفن فانكشنز ذات اوفن ابييرز ان الجوريثم الكونستانت اللي هو الواحد تقريبا لوغاريتم تقريبا. لهيك لو قلت لك 5 في لوج الان هاي بعتبرها لوج الان لانها تقريبا لوغاريتم لوج الان ان لوج الان ان تربيع ان تكعيب 2 تو باور ان. لو جينا رسمناها الواحد اللي هو هذا بيكون الخط الثابت هاي الان هاي لوج الان هاي ان تربيع بتصير اكبر. هاي اللينير كوادراتيك كيوبيك هاي اللينير الخطي الكوادراتيك تربيعي الكيوبيك التكعيبي ان تكعيب راسمينهن اسرع شيء فيهن اللينير راح يكون. هاي معطيك رسمه اول 1 اللي هو خط ثابت لوج الان هاي شكل لوج الان هاي شكل ان تربيع هاي شكل الان هاي ان تكعيب هاي 2 اس ان. لاحظ كيف بزيد بشكل سريع عند لحظه معينه بصير يزيد عدد مرات التنفيذ بشكل كبير. وهاي ان لوج الان طبعا الاشكال مش كثير مطلوب منا. احنا تعلمنا انه عاده هسه بدنا ناخذ الاسيمبتوتيك اناليسيس. الاسيمبتوتيك اناليسيس عاده بدنا نحلل الخوارزميه عشان نعطي قديش التايم كومبلكسيتي لها ان تيرم اوف بيج او نوتيشن. والبيج او نوتيشن تعلمناها ذاكرين شو هو البيج او نوتيشن. المحاضره الماضيه اعطيتك امثله كافيه عن البيج او نوتيشن جزء مش مكتوبه بالسلايد بس انا شوف فين حطيت بالسلايد. ذكرت لك شو هو البيج او نوتيشن. حكينا البيج او نوتيشن اذا عندي تو فانكشن اف اوف ان وجي اوف ان بحكي اف اوف ان از او بيج الاو اوف جي اوف ان. اذا كان جي اوف ان اكبر من اف اوف ان اكبر او تساوي اف اوف ان اذا ضربت هذا الجي اوف ان في سي. إذا كان ضربت g of n في c راح يكون أكبر أو يساوي f of n لكل القيم ابتداء من النوت لكل n أكبر أو تساوي النوت. وعطيتك أمثلة كثير المحاضرة الماضية مثلا 2 n زائد 10 فقول all n. طب اثبت لي إياها هاي إنها o n. عشان أثبتها بدي ألاقي c. إذا ضربته ب n يصير عندي نتيجته أكبر من 2 أن زائد 10 ابتداء من النوت. مش على طول حكينا رح يكون أكبر. مرحلة معينة بيكون أقل. هاي مثلا هاي F of N. هاي F of N. لو انتبهتوا هاي الأن. الأن أقل. بس لو ضربتها بثلاثة أن. هاي أخذنا مثلا ثلاثة أن. احسب. حسبنا 2 أن زائد 10. عند الواحد مثلا. 2 في 1 2 زائد 10 12. لو حسبنا 3 ان 3 في 1 3 مين الاكبر بعده اف اوف ان. طب نشوف ان نوت مثلا 4 2 في 4 8 زائد 10 18 3 في 4 12 بعدها اكبر بقول ان 5 مثلا 2 في 5 10 زائد 10 20 3 في 5 15. لو اخذت ان 7 3 في 7 21. لو أخذت N 8 لاحظ هون مثلا لقالي N نوت 10 بداء من العشرة رح يبلش القيم تساوى F of N مع 3 في N يعني C 3 والنوت والN نوت 10. لو جربت كل القيم اللي تحت العشرة رح يكون لا 3 N هي أقل من F of N من ابتداء من العشرة صار 3 في N أكبر من الفانكشن نفسه. ليك احنا عادة هذا للإثبات. إذا بدك تثبت إذا بدكش تثبت خلاص. عادة تعلمنا القواعد الرئيسية شو هي. يعني مثلا 7N ناقص 2 بتقول لي شو الحد الأكبر 7N ولا 2 7N.
وبتشيل الثوابت بتقول لي all n. إذا بدكيش تثبت، إذا بدك تثبت بدك تدور لي على constant c، إذا ضربته ب n يصير أكبر أو يساوي الفانكشن f of n ابتداء من النوت. وأعطاك قاعدة عامة، ممكن أقول c مثلا 7 زائد ناقص 2 5، 7 ناقص 2 5 ابتداء من النوت يساوي 1. لو جربتها بتلاقيها صح. لو لقيت النوت 1 وأعطيتني c 5، لا c مش 5، الجمع هي 7 زائد 2 9. وممكن نأخذها لكونها الطرح، كونه طرح ما بضيفه، باخذ بس 7 نفسها، 7 ابتداء من النوت يساوي 1. 3 ان تكعيب زائد 20 ان تربيع، مين بتاخذ قلنا؟ الحد الاكبر، اي واحد فيهن اكبر، الان تكعيب ولا الان تربيع ولا الخمسه؟ الان تكعيب. بتقول لي اوه ان تكعيب، طبعا اكيد احنا مناش نجيب لك اثبت. 3 لق الان زائد 5، مين الاكبر، الخمسه ولا لق الان؟ لق الان، اذا بتاخذ لق الان. لهيك ليش سماها big O؟ ليش سماها big O؟ لأنه بتعطيني الـ upper bound on the growth rate of a function. الـ big O notation بعطيني الـ upper bound، مش الـ lower bound، الـ upper bound. لهيك سميناه big O notation. في عنا الثيتا والأوميجا، بس الثيتا والأوميجا حكيت لكم مش مطلوبة. عادة إحنا لما نحل الخوارزمية بنستخدم إشي اسمه pseudo code. شو هو pseudo code؟ pseudo code هو high level description of an algorithm، وصف عالي المستوى لخوارزمية معينة، ممكن تكون بلغتي أنا، ملهاش علاقة بلغات البرمجة. More structured than English prose، هي بتكون منظمة أكثر من اللغة، من لغتنا العادية، منظمها بطريقة معينة. بس less detailed than a program، أقل فيهاش تفاصيل زي البرامج. Preferred notation for describing algorithms، بفضلها لتمثيل البرامج. عادة بنفضل إن نشرح البرنامج عن طريق خوارزمية. Hides programs design issues، بتخفي تفاصيل البرمجيات. يعني أنا بكتب الكود بلغة السيدو كود بغض النظر راح أستخدم لغة بايثون، لغة جافا، لغة C++، شو ما كان، أنا بكتبه بلغة عامة. هاي اللغة عالية الوصف، بس هي منظمة أكثر من اللغة الإنجليزية بتكون، وما فيها تفاصيل زي البرمجة، ما فيها التفاصيل الدقيقة، بتكون وصف عام. هاي معطينا مثال if then else while do repeat until for، بشكل عام قاعد بوصف الالجوريثم. في عنا input في عنا output، طبعا هاي الاشياء مش كتير بتهمنا. حكينا عن counting primitive operations، وصلنا عند asymptotic analysis بعد البيج او notation، وصلنا عند asymptotic algorithm analysis. شو يعني asymptotic algorithm analysis؟ يعني انا بدي اعطيك كود وتقدر تعطيني البيج او notation له. يعني الاسيمتوتيك الجوريثم اناليسيس بدي اعطيك كود، اما الجوريثم او كود مكتوب، اما كود مكتوب بلغه من لغات البرمجه او كود سيدو كود، وتحدد لي البيج او نوتيشن. لاحظ ذا اسيمت، شو يعني اسيمتوتيك اناليسيس اوف ان الجوريثم ديتيرمينز ذا رانينج تايم ان بيج او نوتيشن. شو يعني اسيمتوتيك اناليسيس لالجوريثم معينه؟ ان نحدد الرانينج تايم بصيغه البيج او، بصيغة البيج او، بدي تعطيني البيج او. يعني لو طلعت ان تربيع زائد 2 ان زائد 10 بتقول لي ان تربيع، بيج او الها ان تربيع لهي الخوارزمية. هذا بنسميه الاسيمتوتيك اناليسيس. طبعا هسه راح يعطينا مجموعة من الامثلة، وبهاي الامثلة راح يوريك كيف راح نحلل الخوارزمية عشان نحكي عن البيج او نوتيشن الها. To perform the asymptotic analysis، بحكي لنا عشان نعمل الاسيمتوتيك اناليسيس، أول شغلة we find the worst case number of primitive operation executed as a function of the input size. منركز على worst case. شو يعني worst case؟ يعني أسوأ حالة، مش على الأفضل حالة، منروح منركز على أسوأ حالة. لما بدي أوجد الـ big O notation بركز على الأسوأ حالة. We express this function with big O notation. بعدين بعبر عن هذا الفانكشن، بس بوجد الفانكشن كامل باخذ البيج او له حسب القواعد اللي تعلمناها. ويصير مثال بحكي لنا لو اخذنا الفايند ماكس، الفايند ماكس المره الماضيه حكينا عنه، وين موجود؟
هاي الفايند ماكس. الفايند ماكس فانكشن بعطيه داتا وبعطيني أكبر قيمة موجودة بالداتا. لو جينا حللناه، الجملة الأولى هي جملة بسيطة راح تتنفذ بكونستانت تايم. ستيب 1 تو اوبريشنز. شو يعني تو اوبريشنز؟ في عنا اندكسينج وفي عنا اسناد، هيك اعتبرهن الثنتين. لاحظ الخطوة الأولى تو اوبريشنز. ليش تو اوبريشنز؟ في عنا اندكس وفي عنا اسناد، نعتبرها او 1. طبعا تو اوبريشنز يعني او 1 كونستانت. فور فال ان داتا، فور فال ان داتا هاي قلنا راح تتطبق ان مره. الفال اكبر من بيجست جاي داخل اللوب، اذا راح تتطبق كمان ان مره. عمليه الاسناد ممكن تتطبق كمان ان مره. ليك لو جينا 2 ان زائد ريتيرن بيجست لو اعتبرناها واحد، وهاي اول 1 اول 1 زائد اول 1 زائد اول ان، شو بتطلع عندي؟ بتطلع عندي او الان تايمز. راح تشوف حكي لنا we say that the algorithm find max runs in all n time. ليش حكينا all n؟ ما هي في خطوات تنفذت مرة، في خطوات تنفذت n مرة. ليش؟ لأنه كقاعدة عامة لما نحسب إحنا ال big O rules، شو القواعد العامة؟ لما نحسب ال fn function as a polynomial of degree d، رح نكتب fn function مثلا 2 زائد 5 n، أو n تربيع زائد 3 n تكعيب زائد. من القواعد العامة بعد ما تكتب البينوميال عشان تأخذ البيج أو رول، بحكي لك drop lower order terms، كل الترمز الأصغر اعمل لهم إسقاط، احذفهم، خذ أكبر تير. يعني إذا كان أكبر ترم N بأخذ N، إذا كان أكبر ترم log N بأخذ log N، إذا كان أكبر ترم N تركعيب بأخذ N تركعيب. بعدين drop constant factors والمعاملات اللي معه أسقطها كمان، تأخذهاش بعين الاعتبار. Use the smallest possible class of classification. يعني لما نحكي 2 n بحكي is all n مباشرة، بأخذ أكبر حد اللي هو ال n، والconstant factor هذا الاثنين بعمل له إسقاط. لو جينا قلنا ما بصير أقول 2 ال n is o n تربيع، ما بصير أقولها o n تربيع، لازم أقولها o n. لو قلنا 3 n زائد 5 مين الأكبر؟ 3 n، والخمسة هاي بنساها. بعدين المعامل مع الان اللي هو الثلاث كمان بعمل له اسقاط، بصير عندنا او الان. ما بصير اقول او 3 ان، هو لو بصير هو الاصح ان نحكي او ان. هيك القواعد. نشوف مثال ثاني بحلل لي فيه الخوارزميات وبعطيني فيه النتيجه. نشوف مثال ثاني. المثال الثاني اللي بعطيني اياه اللي هو بنسميه بريفكس كومبيوتيشن. طبعا موجود هذا المثال بالسلايدات موجود، بس انا بدي اشوفه من هون عشان ناخذ الاسمتوتيك. في عندنا بريفكس، بريفكس افريج. شو يعني بريفكس افريج؟ نشوف اول شيء شو يعني بريفكس افريج. بريفكس افريج بحكي لنا لو عندنا ليست فيها قيم اسمها اس من 0 ل ان، البريفكس افريج بدي اعمل ليست جديده يكون فيها كل عنصر من عناصرها عبارة عن الأفريج لكل العناصر اللي قبل. كيف يعني؟ يعني العنصر الأول بالبريفكس أفريج يكون فيه الأفريج لأول عنصر، العنصر الثاني بالبريفكس أفريج يكون فيه الأفريج للعنصر الأول مع الثاني، العنصر الثالث بالليست الجديدة راح يكون فيها قيمة الأفريج لأول ثلاث عناصر، العنصر الرابع راح يكون فيها الافرج لاول اربع عناصر. فهمتوا؟ عندنا ليست، وبالليست هاي لهاي ليست معطيني اياها اسمها ايه، مثلا حجمها ان، بدي اوجد البريفكس افرج كلها. مش بريفكس افرج قيمه واحده، بدي اوجد ليست ثانيه بتمثل البريفكس افرج. كيف اللي البريفكس افرج؟ بحكي لك اول عنصر بالبريفكس افرج راح يكون اللي هو سب زيرو نفسه،
العنصر الأول رح يكون عبارة عن الأفرج بين أول تو أول عنصرين من الليست A، سب 2 أول ثلاث عناصر من A، سب 3 أول أربع عناصر من A. الأفرج إلهن مجموحن، وشوفوا الأفرج مجموحن على عددها. لاحظ computing prefix average has many applications. طبعا مناش الابليكيشن منا الفكرة. نشوف هون معطينا عشان أحسب الأفرج، شو هو الأفرج؟ المجموع على العدد. معطينا ثلاث طرق ومحلل لك إياهن لحساب prefix average. عندنا ثلاث طرق، نشوف هاي الطرق. أول طريقة prefix average 1 نسميها prefix average 1 of S. الليست الأصلية اسمها S، والبريفكس أفرج بده خزنه بالليست اللي اسمها A. نشوف شو هي الطريقة. انت شو بخطر لك أول ما يخطر لك عشان تعمل البريفكس أفرج؟ سامعين شو بحكي؟ إذا عندكم ملاحظات، عندكم شي اسألوا. نعم؟ إذا عندك ملاحظة مش فاهم شغلة، إذا مش فاهمين أي إشي خلونيش أحكي لحالي، بحس حالي لحالي بحكي. مش فاهم إشي احكولي مش فاهمين هاي النقطة عيديها، أو اسألوا وأنا أشرح. اسألوا عادي. نشوف الطريقة الأولى لبريفكس أفرج. اتفقنا شو يعني بريفكس أفرج؟ هو ماخذ ليست يعطيه ليست ثانية، يكون فيها الليست الثانية يكون فيها الأفرج للعناصر اللي قبل. كيف يعني؟ عند بالليست الثانية sub 0 بيكون فيها الأفرج لأول عنصر اللي هو نفسه، رح يكون sub 1 بيكون sub 0 مع sub 1، بيجمع العناصر من sub 0 لsub 1 وبقسمهن على 2. sub 2 بيجمع العناصر من 0 1 2 بقسمهن على 3 وهكذا. طب عشان يعمل هاي الخطوة شو بيعمل؟ لاحظ شو عمل. أول شيء عمل عرف متغير n، الn أسند له لين of s، طول s. وهسه راح احكي لك شو التايم كومبلكسيتي للن اوف اس وليش قالوا عنه اول 1. بعدين شو عمل؟ عرف ليست جديده. هاي الخطوه عمل ليست جديده اسمها ايه اللي بدي يخزن فيها البريفكس افريج. ليست جديده اسند لها القيمه 0 ضرب ان. شو يعني ضرب ان؟ يعني طولها بطول الليست الاصليه اللي هي اس، ان اللي هي طول اس. لهيك كم عنصر راح يكون بإيه؟ كم مرة رح تتكرر هاي زيرو؟ N مرة رح تصير الليست مكونة من N عنصر. بعدين عملنا for J، لاحظ الطريقة الأولى وهاي الطريقة الأسوأ وهي quadratic. شو يعني quadratic؟ يعني رح يشتغل N تربيع. هاي الquadratic، اتفقنا إنه الquadratic N تربيع. طب نشوف كيف N تربيع. for J range of N، عمل دوران يمر على كل العناصر من زيرو ل لن of S، لن of S ناقص واحد، لأن اللي هو الآن قيمة لن of S. راح يبلش الجي من زيرو وراح آخر قيمة للجي تكون اللي هو لن of S ناقص واحد، طول الليست ناقص واحد. وعمل total يساوي زيرو، كل مرة عمل total يساوي زيرو. وراح عمل nested loop داخلي، nested loop عشان يجمع كل القيم من الاندكس زيرو للاندكس جي، من الاندكس 0 للاندكس j for i in range j plus 1. شو يعني for i in range plus j plus 1؟ يعني i رح تبلش من صفر وتنتهي عند مين؟ عند j. كل مرة رح يضيف للتوتال قيمة s sub i، s sub 0 s sub 1 s sub 2 حسب الدورة اللي أنا فيها. لما i لما j 0 رح يشتغل بس على العنصر الأول i 0 لل 0 بس، بضيف التوتال قيمة الزيرو اللي هو S sub 0. بس يصير J واحد بضيف عنصرين اللي هن I بصير sub 0 أول شيء، بعدين sub 1 بضيفن على التوتال. وكل مرة برجع أصفر التوتال من الصفر، برجع بالإنر لوب باللوب باللوب داخل اللوب، برجع برجع التوتال من الصفر وبرجع يجمع كل القيم من ال S sub 0 لعند ال S sub J. وبعدين بقول لي A sub J اللي هي الليست اللي بدي اخزن فيها البريفكس افريج تساوي التوتال على J زائد واحد. التوتال على J زائد واحد لأن عدد العناصر رح يكون J زائد واحد. وبس اخلص من النستد لوب برجع A. لو حللنا هذا الكود اللين اوف S بحكي لنا باخذ all 1. طب قول لي اللين بدي عد عدد القيم، ليش ما ياخذ all N؟ ليش باخذ all 1؟ لأنه بالليست
كداتا ستراكتشر بالليست كلاس في داتا منبر اسمه كاونت او سايز. هذا الداتا منبر دائما بيحتفظ بعدد القيم الموجوده داخل الليست. يعني انا بس اقول له لين اوف اس بس بيعمل لي ريتيرن سايز. ريتيرن سايز هاي قديش بتاخذ؟ all one. لو بده يعمل دوران ويعد كم عنصر بتكونش all one، بتكون all n. بس هون ليش لين اوف اس بتاخذ all one؟ لانه بالكلاس ليست في عنا داتا منبر اسمه count او سايز. سايز او count وظيفته انه شو؟ ظل يحتفظ بكم عنصر موجود داخل الليست. هو شو بيعمل بس اللين؟ ما بيعمل دوران يعد، بس بيعمل return size. return size هاي كم بريش، كم خطوة تعتبر؟ واحدة all one. عرفنا ليش all one؟ لأنه في us، لأنه بالclass list في عنا size، هذا size بيحتفظ بعدد القيم. بعدين a تساوي sub بين bracket 0 ضرب n، هاي بتتنفذ o n مرة، لأنه كم مرة راح يكرر كم عنصر؟ كم عنصر راح ينشئ من إيه؟ N عنصر يسند لهن القيمة صفر. إذن كم مرة راح تتنفذ؟ all N مرة. هاي O1 لأنه في S راح تتنفذ O1، هاي ON. طب 4J range of N، هاي كم مرة راح تتنفذ؟ كمان N مرة. دوران راح يتكرر كم مرة؟ من صفر لN ناقص واحد، يعني كم مرة؟ يعني N مرة. هذا راح يتنفذ N مرة الدوران الخارجي. total يساوي 0، هاي جاي داخل الدوران الخارجي. و A sub J تساوي total على J زائد 1، هاي كمان بالدوران الخارجي. هذول الجملتين، هذا انتبهوا، هاي الجملة بالدوران الخارجي مش بالداخلي. الإزاحات احنا متفقين انه بلغة بايثون الإزاحات اللي بتمثل مين بالداخل ومين بالخارج. هذول الجملتين رح يتنفذ O N مرة. ال 4 O N total يساوي 0 O N، و A sub J تساوي total على J زائد 1 كمان O N. نيجي على اللوب الداخلي. اللوب الداخلي المرة الماضية حللنا لما i 0 رح يتنفذ مرة واحدة، لما j 0 بتنفذ مرة، لما j 1 بتنفذ مرتين، لما j 3 بتنفذ، لما j n ناقص 1 بتنفذ n مرة. يعني ايش؟ يعني 1 زائد 2 الانر لوب، وهي جملة total plus equal s sub j sub i s sub i بالانر لوب. كم مرة رح تتنفذ؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد لحد n. وهاي شو قلنا شو تساوي؟ n في n زائد 1 على 2 بتطلع قديش؟ n تربيع. عندي بعض الجمل رح تتنفذ n مرة، هاي n وهاي n وهاي n وهاي n، يعني 3 n صار. وإذا حسبت ال 4 كمان n، هاي 4 n وهاي all 1 4 n والريتيرن all 1 والريتيرن a all 1 4 n زائد 2 زائد ان تربيع ان في ان في ان زائد 1 على 2. بس حكينا لما بدي عن البيج او باخذ اكبر حد، اكبر حد فيهن شو راح يكون؟ او ان تربيع. مش صار في ان في ان زائد 1 على 2، هاي شو راح تكون؟ ان تربيع. اذا حللناها راح تكون ان تربيع من النهايه، الحدود الاصغر بحملها والمعاملات بحملها، بضل عندي او ان تربيع. طب فيش طريقة أحسن من هالطريقة؟ ضروري كل مرة، يعني أول مرة ما أنا جمعت عرفت مجموع للعنصر الأول، ضروري بس أجي أحسب للعنصر الثاني أرد أجمع كمان العنصر الأول؟ بس أجي أجمع طب لو ما جيت على العنصر الثالث، ما أنا كنت جامع للأول والثاني، ضروري أرد أجمع من الصفر للهاي؟ ليش ما استفيد من المجموع المسبق؟ هون ما استفاد من المجموع المسبق، كان كل مرة يبلش من العنصر الأول للعنصر اللي بدي إياه. طب ما أنا قاعد بجمع جمع تراكمي، ليش ما استفيد منه؟ إذا قدرت استفيد منه بتصير الخوارزمية أسهل، بدل ما يتنفذ أن تربيع بصير يتنفذ أن مرة all n. وبتعرفوا شو الفرق بين all n وأن تربيع؟ فرق كبير جدا. نشوف الطريقة الثانية، طبعا هاي تحليلها وحكي لك بالآخر o n تربيع. نشوف الطريقة الثانية الأحسن، prefix average 2. باخذ الليست S، وأكيد راح يعرف شو طول S، وA تساوي بين براكت 0 ضرب N نفس الخطوات، وهذول تنفيذهم قلنا هاي all 1 والثانية O N. بعدين لاحظ شو عمل. طبعا هاي هسا راح أوريك إنها كوادراتيك، هاي الطريقة كوادراتيك. هسا راح يورينا الفكرة اللي حكيت عنها اللي هي average
prefix average 3. في prefix average 3 راح تكون linear. نشوف شو عمل هون بهاي الطريقة prefix average 2. For j range of n. For j range of n. a sub j تساوي sum. استخدم الفانكشن sum لأس من 0 لj زائد 1. الكل على j زائد 1. طب هيك صارت all n؟ لا. أي بعدها n تربيع. ليش بعدها n تربيع؟ طب قولي ما فيش عندي nested loop. صح أنت ما عندكيش nested loop. بس هون استبدل خطوة اللوب الداخلي استبدلها بالسم فانكشن. والسم فانكشن هذا هو بداخله عشان يقدر يجمع من اندكس 0 لاندكس جي بيعمل دوران. إذا أنا ما استغيرش ايش عندي. بعدها هاي او ان تربيع. لاحظ؟ بعدها او ان تربيع بس صار الكود شايفه أنا أسهل. أنا الكود شايفه أسهل بس هو فعلياً ما صار أي تبديل ولا صار أي تغيير. راح يتنفذ بنفس الوقت. ليش؟ أنا قاعد هاي الخطوة اللي استدعيت من خلالها الفانكشن سم عملت تنا توتال يساوي 0 وعملت 4i in range of لj زائد 1 بعدين توتال بلس equal s sub i وبعدين عملت a sub j تساوي التوتال على j زائد 1. بس اختلف هذا الكود؟ لا، هذا الكود بعده n تربيع. رح يشتغل كديش؟ n تربيع. طب قول لي صارت لوب واحدة، بقول لك صح لوب واحدة، بس الفانكشن سم هذا لو رحت عليه انت هذا فانكشن جاهز، بس هذا الفانكشن كيف بيشتغل؟ هو بيعمل لوب، بيعمل لوب بيجمع كل القيم من سب زيرو لعند سب جي. طب هذا اللوب اذا راح يتنفذ بنفس الطريقة، واحد زائد اثنين زائد ثلاث زائد لحد زائد ان، اللي بتطلع ان في ان زائد واحد على اثنين بتطلع ان تربيع، اول ان تربيع. طب نشوف اللينير تايم الجوريثم. اللينير تايم الفكرة اللي قلت لك عنها، بدل كل ساعة يصفر التوتال ويرجع يجمع كل القيم من سب زيرو لعند سب جي، ما هو لما وصلت أنا للمرحلة الثانية كان جامع كل العناصر من زيرو وان. طب لما أجي على المرحلة اللي وراها خلص بس أضيف العنصر الجديد، فيش داعي أرجع أجمع من الصفر صح ولا لا؟ فيش داعي أجمع من العنصر سب زيرو. هاي الفكرة خلت الفانكشن يصير لينير. شوفوا كيف عمل بريفكس افريج 3. شايفين كيف مشكلة نفسها؟ واعطيتك ثلاث حلول إلها، وكل حل وريتك التايم كومبلكسيتي له، وريتك مين الافضل. انت لو بدك تبرمج لازم تفكر بافضل طريقه، بالافضل، مش الافضل اللي كودها صغير، الافضل اللي بتعطيني تايم كومبلكسيتي احسن، تايم كومبلكسيتي اقل. اول ان اقل بكثير من ان تربيع، اذا اول ان افضل من ان تربيع. نشوف كيف نفس الشيء الخطوتين هذول n عرف لن الاس وايه تساوي براكت 0 ضرب n، بعدين التوتال لاحظ طلعها لبرا عملش نستد لوب، التوتال خليها تساوي 0، عمل 4j الرينج اوف n هذا دوران واحد، كل مره كان يضيف s sub j للتوتال، بعدين يقول لي a sub j تساوي التوتال على j زائد 1. طب هذا بيشتغل؟ اه بيشتغل. لما جاء 0 رح التوتال يكون S sub 0 وبعدين بقسم التوتال على J زائد 1. طيب لما J 1 بصير عندي عنصرين، إذا البريفكس الثاني بده يبقى الأفرج بين العنصر الأول والثاني. طب التوتال مو تخزن فيه قيمة العنصر الأول، بس بضيف له العنصر الثاني وبحسب التوتال على 2. لما يصير J 2 بصير التوتال انجمع فيه أول عنصرين بس بضيف العنصر الثالث إله، بعدين بقول التوتال على 3 وهكذا. ايش داعي لنستد لوب؟ هاي لو انتبهنا لها بس all n، هيها مبينه all n في جملتين راح يتنفذ n مره، هاي راح تتنفذ مره، توتال يساوي 0 مره واحده، return a مره واحده، ال n لان الاس قلنا o1، ال a sub 0 ضرب n هاي all n طلع كله، احنا بناخذ الحد الاكبر بدون معاملات بيطلع all n. حكينا من البيج او نوتيشن انك تاخذ، نعم ناخذ الحد الاكبر، يعني لو طلع عندي 5n زائد مثلا هون بالكود في عندي اكثر من جمله تنفذت n مره، اللي هي a تساوي 0 ضرب n هاي n مره، وال 4n مره، والتوتال n مره، والقسم n مره هاي 4n، وفي عندي لن الاس والتوتال يساوي 0 ريتيرن ايه 1 1 1 3.
تجي تقول لي 3 زائد 4 ان، بعدين بتقول لي البيك او الها او ان، البيك او الها بناخذ الحد الاكبر بدون معاملات، قلنا بدون الكل، فما بقول 4 ان بقول اول ان، اول ان هيك بنحل صح. هاي من الاشياء اللي تعلمتها بالبيك او نوتيشن. هذا مثال، فهمنا هذا المثال؟ فهمتوا هذا المثال البريفكس افريج؟ فهمنا هذا المثال وخدنا 3 خوارزميات، 3 طرق، وكلهن وراك مين الافضل بيناتهم، شو الفرق بين كل طريقه. فهمناها ولا لا؟ انا بحكي فهمناها يا شباب. دكتوره فهمنا وما اكيد، لانه بالامتحان احنا راح نعطيك خوارزميه ونقول لك اعطينا التايم كومبلكسيتي لها، راح نعطيك كود نقول لك حلل واعطينا الاسيمبتوتيك اناليسيس. شو يعني اسيمبتوتيك اناليسيس؟ يعني تحلل كل جمله لحال، بعدين تجمعهن، بعدين تقول لنا البيج او لها كذا حسب قواعد البيج او، انه حتى لو جمعت ان تربيع زائد ان زائد 3 ان زائد لوج الان، تاخذ اخر معامل اللي هو مثلا ان تربيع، بتقول لي او ان تربيع بدون المعاملات. بس اول شيء لازم تحلل، يعني في مره احيانا اذا الامتحان كان يدوي نطلب منك تحلل كل خطوه لحال، كل واحد يشوف شو بتتنفذ. هاي مثلا اول 1، هاي او ان، هاي او ان، هاي او، هاي او ان تربيع، هاي كيف صارت او ان تربيع بالسم، لانه السم نفسه راح يكون راح تحلل لنا اياها 1 زائد 2 زائد 3 زائد لحد زائد ان، وبتطلع ان في ان زائد 1 على 2. بدك تحلل. طب في عنا مثال ثاني. لحد الآن أخذنا الفايند ماكس، فايند ماكس كان لينير، لو أعطيتك السيرج، السيرج كمان لينير، أعطيتك البريفكس أفريج فكرته، أعطينا كتبنا كودين كان كوادراتيك، شو يعني كوادراتيك؟ يعني أن تربيع. الطريقة الثالثة اللي هي الأفضل طلعت لينير تايم أول أن. نشوف في عنا مثال ثاني اللي هو 3-way set disjointness، 3-way set disjointness. نشوف شو يعني 3-way set disjointness. هذا مثال ثاني من نحلل فيه time complexity، ووريك أكثر من طريقة وكل طريقة إلها time complexity مختلفة. طبعا هون عندنا طريقتين بس. لو كان عندك 3 sets A B C، إحنا بنعرف إنه بالست الوحدة ممنوع تكرار القيم، بس بدي أتأكد إنه الثلاث sets كمان فيهنش تكرار قيم، ما فيش قيمة مشتركة بين 3 sets. طيب خلينا هسا ننهي السيشن هذا، بعد دقيقتين ببلش السيشن اللي وراه لانه ظل اقل من دقيقه.